أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق الإسماعيلي اللي رجع لطريق الانتصارات بعد ما قدر يفوز على سيراميكا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري. وبيحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري وبرصيد 11 نقطة، وبيحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة. ونادر فرج جناح فريق الإسماعيلي فاز بجائزة رجل لمباراة فريقه، وده بعد اختياره من رابطة الأندية المصرية، وده بعد ما قاد فريقه للانتصار على سيراميكا كليوباترا بعد تسجيله هدف وصنع آخر. فريق بلدية المحلة فاز على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن الجولة الـ 12 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. بكده بيحتل فريق بلدية المحلة المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري وبرصيد 13 نقطة، وفريق مودرن فيوتشر في المركز الـ 11 برصيد 13 نقطة برضه. محمود ماهر حارس مرمى فريق بلدية المحلة حصد جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر بعد اختياره من رابطة الأندية المصرية المحترفة.